انا موجود هنا في عمله تيزنيت. احنا الرحاله ديال منطقه ديال تنغير وزلال والرشيديه وديك الجهه كامله. تعداو علينا الصحراوه، كيتعداو علينا الصحراوه بالليل حيت هما مسلحين وعندهم لاندروبيرات ديالهم وداك الشيء كامل. احنا جينا عند المسؤولين باش نقول لهم باللي راه تعداو علينا الصحراوه وحنا راه مازالين صابرين، والمخزن نقولوا ليه الله يرحم والدين الا تدخل ما تدخلتيش حنا راه غادي ندافعوا على نفوسنا، راه ما غاديش نبقاو صابرين حيت الناس مضرورين بزاف. هاد الارض راه ماشي ديال الصحراوه وماشي ديالنا، المغرب واحد، راه المغرب واحد. باش هما يجيو يتعداو علينا بالليل وبقاو يضربوا في الناس ويريبوا لهم الخيام رحلوهم، وهما والمخزن حتى المخزن حتى هو راه مسند الصحراوه حيت هو ما كيهضرش معاهم وحنا راه مورك علينا بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله. انا نكوني هات نسول لانت تدار السلم وعلى اني هات مشوري تدخل المخزن كون على يقين تبقى ندافع ونكوني خف النفوس انا هات ورنا نهوو هات جماعة عندي رحل كلشي كنت غمرت يا انت مسو انت خاطر الديمون اش كنت تعدى نغيب سن كان غاز نغنى سولين سكار دلا سمازير سكار سي الصرحال هي ولا اني اي داش كاغد ويدا نظر ان هات المخزن تخ يمونا ود انت ديال الصحراويين هات رانا داخل السفغن ان ناس دغيا مازال خصها تلي كلشي في الجبل ما خلنا لي الجبل ما خلو كلي تاغاختي دمي غاتمشي رواكل تقادي بضو خصها دي بضو سي نبطوها خاتار. والسلام عليكم ورحمه الله.